دبلوماسية الأزمة تسهم في عودة النشاط السياسي الخارجي إلى العاصمة السورية. اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يحضرون في دمشق للتضامن مع سوريا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد. رئيس مجلس النواب المصري يؤكد دعم البرلمانات العربية لسوريا ويشير إلى أنها ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية. فما الذي يؤخر العودة السورية؟ وما المطلوب لتذليل العقبات المتبقية؟ معنا الآن من دمشق عضو مجلس الشعب السوري نضال مهنا. مساء الخير أستاذ نضال، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. لافتة هذه الزيارات، طبعا زيارات في المقام الأول هي للتضامن مع سوريا بعد الكارثة الكبيرة التي ضربتها من جراء هذا الزلزال، ولكن هناك جوانب أخرى مهمة، جوانب سياسية تتعلق بإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في المحيط العربي. أين تقف الأمور برأيك في هذا المجال؟ إلى أين وصلت هذه العملية؟ مساء الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين. حقيقة في هذه اللحظات تشعر كمواطن عربي بأسعد أيامك وأنت ترى الأسرة العربية كلها تتكلم باللغة العربية، ليست بحاجة لا لترجمة ولا لتأويل، وإنما هناك الدبلوماسية البرلمانية العربية التي تمثل القاعدة الشعبية العربية، وبالتالي هناك إحساس بالإرادة، إرادة هذه الأمة العربية، هذا الشعب العربي الواحد، بأن يعود ليتفاعل كله مع بعضه الآخر. وبالتالي كل يعني أعتقد بأن هناك مشاعر لدى الكثير من العرب، وكان هذا الزلزال البيولوجي هو أحدث هذا التحرك، ولكن هناك حاجة لإصلاح كل الزلازل السياسية والزلازل الأمنية والمصرفية والاقتصادية التي تعصف بسوريا وبالمجتمع العربي ككل. وبالتالي الشعور المتبادل لدى العرب ولدى السوريين، أعتقد بأن هذه اللحظة ستسجل لحظة تاريخية. هذا القرار لم يكن في جدول الأعمال أن يأتي هذا الوفد إلى سوريا، وإنما اتخذ هذا القرار بشكل عاطفي وبشكل عقلي، وتوجهت كل إرادات العرب في هذه اللحظة للوقوف مع سوريا في هذه اللحظات الإنسانية، لحظات أخوية ولحظات أخلاقية يشعر فيها المواطن العربي بأنه ضمن أسرته. تحدث بعض رؤساء الوفود بحاجة سوريا إلى العرب وحاجة العرب إلى سوريا، وتحدث رئيس وفد آخر بأنه لا داعي لعودة سوريا إلى الحضن العربي، سوريا كانت ثابتة والعرب عائدون إليها، وتحدث آخر إذا كان هناك من شيء يجب الندم والأسف عليه فلماذا تأخرنا حتى الآن بالعودة إلى دمشق. وأعتقد بأن البرلمانات العربية التي تتقدم تقود قاطرة هذا التقارب، طيب، بعد أن قرأت كل المتغيرات على الساحة العربية وهذا التشويش الفكري للعرب خلال هذه المرحلة، وبالتالي أصبحت اللحظة حاسمة جدا لعودة الجسد الكل إلى بعضه البعض. نعم، المواقف العاطفية والأخلاقية والإنسانية هذه مفهومة أستاذ نضال في ظل الكارثة التي حلت بشمال سوريا، ولكن فيما يتعلق بالزلازل السياسية كما وصفتها حضرتك، ما الذي يحول دون أن تسوى هذه المسألة بالكامل؟ ما الذي يعيق عودة سوريا إلى وضع طبيعي في الجسم العربي؟ طبعا تجميد عضوية سوريا وإخراج سوريا من الجامعة العربية كان لأسباب معينة، هل هذه الأسباب انتفت أو في طريقها إلى ذلك برأيك؟ أعتقد أن كل الأسباب بل أهمها أن هناك جملة من التكتلات الدولية وهناك إرادة لبعض الدول التي تؤثر في منطقتنا بأنها كانت تريد تفكيك هذا الجسد العربي، وأن لا يكون للعرب أي حضور في الساحة وأن لا يكونوا فاعلين. ولهذا أشار السيد الرئيس بأن هذه الزيارة تعني الكثير الكثير بالنسبة لسوريا، وتعني بأن هناك مؤسسات
فاعلة يمكن التعويل عليها من خلال التركيز على نقاط القوة، وأن هذه المؤسسة أي المؤسسة التشريعية في الوطن العربي تمثل كل أطياف الشعب العربي، وبالتالي هي القادرة للتعبير عن آمالها، وبالتالي الفهم الصحيح للأمن القومي العربي أن تشعر كل دولة عربية بأن الدول الأخرى هي التي تكملها وإنها مسؤولة أمام كل هذه التحديات. هذا هو الذي يزيب كل أشكال الاختلافات ما بين العرب. لا أعتقد إنه حتى على المستوى الرسمي العربي بأن هناك اليوم في هذه المرحلة من يعتقد بأن هناك معضلات ومشكلات كبيرة سوى الوهم وسوى تدخلات القوى الكبرى، بأن لا يكون للعرب أي حضور على الإطلاق على الساحة الدولية. وبالتالي هذا الفهم الصحيح، وعندما تقوم البرلمانات العربية بتحمل هذه المسؤولية في هذه اللحظات التاريخية، فهذه هي العبرة في كيف يكون العرب في دمشق، وكيف تكون دمشق هذا القلب النابض بشريان الحب لتنتشر الحيوية والحياة في هذا العالم العربي. إذن برأيك هذه العودة، سواء عودة سوريا إلى الحضن العربي أو عودة الحضن العربي إلى سوريا، غير مرتبطة بتقدم العملية السياسية في سوريا اليوم؟ حقيقة الواقع التي يستطيع أي مواطن عربي عندما يزور سوريا، هناك مشكلات داخل سوريا وداخل العديد من الدول العربية، وهذه المشكلات تم افتعالها في الميديا، تم خلق من خلال تفكيك بنية هذه الدول العربية. أنت لو نظرت إلى كل المحيط العربي في العراق، في لبنان، في مصر، لماذا تفكك البنية الاقتصادية وتضرب عملات هذه الدول ويتم تجويع كل هذه الشعوب مجتمعة؟ وبالتالي إن كان هناك وجهات نظر، ونحن هنا نتحدث عن مؤسسات برلمانية تعبر عن آمال كل هذا الشعب العربي، إن كان هناك اختلافات في وجهات النظر لدى الأحزاب السياسية ولدى التوجهات ولدى نظرة كل مواطن إلى الحكومة، فهذا أمر يتعلق في البنية الداخلية داخل كل دولة، وهذا يمكن العمل على إصلاحه داخل مؤسسات الدول العربية ذاتها. ولكن عندما تتدخل الإرادات الخارجية فنحن إلى مزيد من التمزق، وبالتالي الزلازل التي تحيط بسوريا هي تهدد حتى الدول العربية التي نتمنى لها كل الخير والتي لم تتعرض للزلازل حتى الآن. وبالتالي نحن نؤمن في سوريا بأن هذا الجسد العربي كله مهدد، وبالتالي لا نريد لا سمح الله أن يحصل للدول التي لا زالت بعيدة عن كل هذه التهديدات التي تحيطها. وبالتالي من وجهة نظرنا كبرلمانيين سوريين وكعرب، إن الإصلاح السياسي يبدأ من داخل بنية مجتمعاتنا، وإنه بالنسبة للدولة السورية هي منفتحة بقلبها وبعقلها لكل الذين شردوا سواء خارج البلاد أو سواء المشكلات التي حصلت، وهناك العديد من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية، وهناك المشاركات الشعبية. وأعتقد أنه في هذه المرحلة وأكثر من أي مرحلة سبقت نحن بحاجة إلى بعضنا، فالزلازل البيولوجية والسياسية والاقتصادية لا تعرف حدود لها، وإنما الجميع يدفع على أسماء. نعم، على كل حال خطوات مهمة باتجاه عودة سوريا إلى المجموعة العربية بشكل طبيعي. غدا زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أول زيارة له إلى سوريا منذ عام 2011. شكرا جزيلا لك الأستاذ نضال مهنا، عضو مجلس الشعب السوري، كان معنا من دمشق.